لو الحكاية فيها إن فيديو، لو أنا بقى هخرج بالليل وحابة بنفس البيز اللي أنا عملته ده أبتدي أعمل أنزل بيه، أبتدي أغمق اللون شوية، هاخد بفرشة أصغر اللون اللي هو الأورنج ده ومن هنا كده، الالوان اه اللون الاورنج دوت. غمقت الجفن شويه، الكسره بتاعت العين دي غمقتها حبه عشان ابين ان انا حاطه حاجه، والجزء اللي من قدام ابتدي بقى ممكن احط عليه لون شيمر اللي انا حطيته تحت الحاجب. اولا هبتدي اغمقه شويه من تحت الحاجب هنا كده، والجزء ده هبتدي احط عليه لون شيمر كده. ده بالنسبة لفوق. بالنسبة لتحت العين نفس الألوان اللي أنا حطيتها من فوق هبدأ أحطها من تحت، هبتدي بالأفتح ثم الأغمق ثم الأغمق وادمجه ووصله للعين من هنا وادلها شكل. مستخدمة ألوان ترابية، ألوان بسيطة فاتحة، مش أسود ومش بني، علشان برضو يعني نراعي إن إحنا وإحنا خارجين حتى بالليل إن إحنا برضو في رمضان. ممكن احط سنه اسود بسيطه هنا للناس اللي ممكن مش بتحب الميك اب اللايت قوي وعايزه تغمق حاجه بسيطه، يعني شعره اسود كده بسيطه غمضي من هنا وادمجها، هيدي عمق شويه للعين. محطتش هنا اي لاينر برضه مش هيبقى مناسب، لا ممكن بعد الفطار مفيش مشكله، هحط ماسكارا واحط اي لاينر واحط لون جوه عينيا، مش شرط اسود، ممكن استخدم الوان زي ديت، دي الوان لسه يعني الوان نازله جديد من سنه ومن سنتين بدل الاسود، ممكن احط ابيض، ممكن احط بيج، ممكن احط اللي هي درجات البترولي، الازرق، الاخضر، اي لون يمشي مع اللبس اللي انا لابساه، لان اللون الاسود ما اصبحش ان هو ده الموضه، ومش كل العيون بيليق معاها اللون الاسود، اللون الاسود جوه العين اللي هو الكحل محتاج عينين واسعه لان هو بيضيق العين، فممكن احط الجاسي لون مثلا زي دوت.
ده لون زيتي او بترولي، بيبقى شكله حلو وفي نفس الوقت مش اوفر وبيدي شكل حلو للعين وبيغير خالص شكل الميك اب. اللي مش حابب يعمل تحت عينه مفيش مشكله، كفايه اول ماسكارا ولو هو بيحب الايلاينر بس كده. ده الميك اب ينفع ان انت تخرجي بيه بالليل. حابه تزودي اكتر الستريس او الجليتر اللي موجود هنا، ممكن نستخدم حاجه اقوى مثلا زي الالوان ديت، دي بتكون اقوى شويه. بتبقى كده وبحطها وابدأ ادخلها واحدة واحدة على الالوان الموجودة عندي. ابتدي من هنا، هنا يبقى الاغمق ليها ومن هنا الافتح، وابتدي ادمجه واحدة واحدة. ده للناس اللي عايزة تتقل شوية الميك اب. فهانيك يا جاسي، في